بسم الله الرحمن الرحيم. من ديوان الحاج إكرام عرفة، من لوي محافظة المنيا، الخامس والعشرين من شهر يناير في سنة 2000 من الميلاد، بمناسبة عودته من الأراضي الحجازية المقدسة، مع أطيب الحديث وأصدق الكلام، آيات بينات يتلوها على مسامعنا من بيت قراء القرآن الكريم وقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعظم الله منك. أعظم الله منك. لا مش. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب الدنيا والآخرة يا رب ارحمنا يا كريم. وأتموا الحج والعمرة لله. صل على حضرة النبي. صل عليه. وأتموا الحج والعمرة لله. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي.
فإن احسرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي القرآن كده كده يا مشاء. نعم يا سيدي، نعم يا سيدي، نعم يا رب، يا رب يا رب يا رب يا رب. امين. ربنا يزيدك هكذا يقرأ يا سيدنا والله. فمن كان منكم مريض او به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الله أكبر يا عم، أكبر يا ملك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. الله عليك، الله عليك، الله متوحشينك والله. الله فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. وأتموا الحج والعمرة لله. وأتموا الحج والعمرة لله. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه
ففدية من صيام أو صدقة أو صل على حضرة النبي. فمن كان منكم مريضا أول مرة أسمع شيخ محمود بالحلاوة دي. معظم كمان يا ولد أبو خليل، معظم كمان بالحلاوة دي. الله سبحان المشرف. الله يفتح عليك. فمن كان منكم مريضا أو تحية يا شيخ محمود. الله يحفظك. شو الورع على المبان؟ الكاميرا؟ كاميرا. معلش شو الورع بس تكتب؟ كان الكورس؟ اطلع انت قدام هو. طيب الراجل ده عشان في مكان عادي. فإذا فما استيسر من الهدي. الله حلو 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 جميل يا عم. نعم يا عم نعم حلو حلو. هذه فإذا فمن لم يجر فصيام ثلاثة أيام. حلوة افتح عليه النبي فيها تاني النبي فيها تاني حتى بالنبي. فمن لم يجر فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا الله اكبر يا سيدي. نعم.
يا شيخ محمود. الله يبارك الله عليك. حلو كده. ايوه يا بطل. نعم يا سيدي. بتعلمنا انت. ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. الله الله. سلام. نعم نعم نعم. واتقوا الله. قولها تاني دي مرة تاني. فضل قولها تاني الأرض عليك مرة تاني. وذكرني ذكرنا يا عم. واتقوا الله. نعم أيوة. أنا الربع التاني. واتقوا الله. الحج أشهر معلومات. الله 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 ربنا ما يحرمش حد من حد. الحج أشهر معلومة. الله 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 الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. جميل جميل. الحج أشهر معلومات. الله عليك. دار موجهة لكلها. وبش عمها. نعم يا سيدي. الله الله الله. يفتح عليك والنبي. أنا حبيبك وطالع يا شيخ محمود. الله أكبر. الكرسي الشيخ محمود. جالس الشيخ ودود يا قبر السباح. الله. نعم يا أهل القرآن. وعكا وعكا. كلك زوج وكلك ادب. نعم يا سيدي. بيتهم يا عم. من بيت يا سيدي. نعم. دوت. اقعد يا ابن اقعد. يا عم ده ترجع ورا شويه. نعم. الله عليك. الله اكبر. نعم يا معلم. هو يا مصطفى ده مصطفى. انا بجي نبر. انت قاعد على حرف الكورس. الحج اشهر الحج أشهر معلومات. يرويك ربنا والله. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الله الله الله. يرويك ربنا الله. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. الله الله الله. نعم.
نعم يا سيدي نعم. وتزود فإن خير الزاد التقوى. جعلنا من المتقين يا رب. واتقون يا أولي الحج أشهر معلومات. نعم أيوة فمن فرض فيهن الحج فلا الله يا مولانا الله يا سيدي نعم ايوه انا الحج اشهر معلومات يا سلام ارحم اخوك يا محمود الله اكبر يا سيدي نعم اهلا محمود الله من شاء الله نعم الحج أشهر معلومات الله على جمالك فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله يهديك ان شاء الله 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 ان شاء الله على مهلك بس فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا وما تفعلوا من خير يعلمه الله كده ايوه جميل وتزودوا الله حلو حلو نعم فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب حلو حلو الله يسعدك اللهم اجعلنا من المتقين كمل يا عم نعم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم الله الله
فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب لك. فإذا شوتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم الله يا حلو ورحمه ابوك لا تجيبها من الاول تاني عشان خاطري يعني بس حبيبك بهجت هو يقولها عشان خاطري يعني ليس عليكم يا عم ربنا يمدك ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم السلام على الجمال السلام على الجمال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم الله الله فإذا أفضتم منا جميل جميل يلويك ربنا كده ايوه اذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم منا الله عليك انت ليش مش مسمي من فراغ الا بتعب الله هو الله هو الله نعم يا سيدي واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين
السلام. نعم يا بابا. جميل والله كتر خيرك. لسه جاي كتير. نعم. كتير. الله يكرمك يا عم. ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم. يا سلام. كرم كريم. ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا افتح عليك يا عم. ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أذكروك بارئكم واذكروك مالئكم وإن كنتم من قبله لمن افتح عليك يا عم الله. مدك ربنا النهارده معانا وكل يوم. وما تفعلون خير يعلمه الله. الله عليك. الله عليك يا شيخ. سلام. نعم يا سيدي. الله. ايوه يا سيدي. الله الله الله. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. الله عليك. الله. نعم. وتزروا. وتزودوا فإن خير الزاد التقوي. واتقون يا أولي الألباب. جميل جميل. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. براحتك بقى عاد. لا كتر خيرك يا عم. كتر خيرك صح. ليس عليكم جناح I'm
بالغال الله عليك الله اكبر حياة الله بنسمعها تاني زي ما قلنا حلقتك بالغال الله عليك ايه يا عم حرام الله 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 تعال حاج اسماعيل تعال ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم ذكرني يا عم محمود الله يرضى عليك ذكرني يا عم الله يرضى عليك اسمع يا سيدي كده علمونا انا بقول لك ذكرني انت يا سيدي ايوه ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم بنفس الطريقة دي من قبله لمن الضالين
الله الله ايوه الف تحيه يا ملك شفت بقى دي نعم يا سيدي اه كده استاذ القراءات يا نعم مدد يا رب ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. الله عليك. نعم يا عم الشيخ محمود نعم. نعم يا سيدي نعم. الله. الله. نعم. ربنا يبارك فيك يا عم الشيخ محمود. إن الله غفور رحيم. أنا أنا يا سيدي. يا مولاي يا أخوان. الله الله الله. يلا شأن. أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله علمنا علمنا كثير فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذبئكم عشان انت مش مقصر معانا ابدا الله الله
ربنا يجاوبك ويديك الصحة يا عم الشيخ محمود. أنا حاسس بيكم مجهودك والله. كتر خيرك يا عم الله. الله. شباب يا عم الشيخ والله. فإذا أفوتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هديكم. فاذكروه كما هديكم وإن كنتم من قبله لمن الله أكبر يا عم. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. يا سلام والله جميل. كم يا معنى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. جميل يا شيخ محمود. الله الله غفور رحيم. الله يقويك الله يفتح عليك. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا مع المقامات الحلوة دي. أمن الله جميل يا كله. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. نعم الله غفور رحيم. أيوة. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. الله كبره والله وصنع. سلام الله يا محمود. كتر خيرك يا عم الله يرحم اللي علمك. الله فمن الناس من يقول ربنا يا رب.
فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. بارك فيك يا مولانا. بس في الدعاء وقنا عذاب النار. يا رب يا رب يا رب سلمنا منها يا رب، ربنا يستجب منك ومننا. آمين. هنيت الدعاء يا عم الشيخ على مهلك والله. هنيت الدعاء يا عم الشجن يا مولانا. اي والله يا رب. ايوه يا سيدنا. ومنهم من يقول ربنا وقنا عذاب النار. يا رب يا رب. اولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. في الحسنات. لا اله الا الله في القران. ايوه. ومن من يقول ربنا رب. ومن من يقول ربنا Thank you.
المسيح حسنا. الله ايوه كده يا مولانا ايوه كده ايوه كده مبروك الله عليك الله ايمان نعم والله اللي بتسمعنا الشغل تعالى الله يرضى عليك عليك الله اكبر الله اكبر مدد يا رب ايوه نفس الطريقه يا عم الله الله ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستوى إن الله غفور رحيم. الله يكثر خيرك يا شيخ الله. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله يجمعك الله يا الله الله ايد الحلاوه دي الله جميل الله القران من شو نعم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول نعم يا عم الشيخ محمود نعم نعم بتفسر القرآن بالقرآن يا سيدي نعم ومنهم من يقول ربنا الله أكبر يا الله أكبر يا رب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
امين يا رب امين يا رب. اولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. خبير يا عم الشيخ خبير استاهل قوي. وقوا في ايام معدودات. نعم يا بيت المنشاوي نعم حكايه نعم 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 فمن تعد جل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى ليلة الفضل دي عم الشيخ محمود. اذكر الله. الله اكبر يا قران. انت اهل يا مولانا. الله يبارك فيك يا مولانا. واذكر الله في ايام معدودة. قل لك اخلاص وكرم يا شيخ محمود. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. يا شيخ محمود كده كده يا مشاو الله يقوي. واذكر الله في ايام معدودة. الله 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 فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. الله عليك.
عليك يا شيخ. الله يا قواعد البلاد يا عم الشيخ. الله يا مولانا الله. انت اللي بتعلمنا احنا غصب عنك. يا شيخ اسماعيل هيقولها هيقولها واذكروا الله في ايام معدودة. ايوه نعم يا شيخ. عليك يا بطل. نعم ما هنسمع من مين تاني بعد المنشاوي؟ لا يا ان شاء الله نسمع الله. Oh,
حلم. والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم وبئس المهاد. من الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله. الله انه انت يا عم الشيخ محمود. والله الله مدد يا رب. الله مدد يا رب. والله رؤوف بالعباد. والله رؤوف بالعباد. الله أكبر. ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء وَقَالَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.